أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة مع بنت مصر الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. كنا بنتحدث قبل الفاصل عن حكاء الدراما المصرية وحارس بوابة الإبداع. أيوة. الكاتب القدير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن اللي أسرى مكتبة الدراما والمسرح في الثقافة المصرية بأعمال فنية في غاية الروعة. أولا اتقابلتوا ازاي وكيف حدث هذا الزواج؟ انا اتقابلت مع كتابته الاول. نعم. من غير ما اشوفه. نعم. وانا في المسرح القومي كنت عضو اللجنة الفنية. ففرقة الكويت المسرح العربي في الكويت كان جاي يقدم مسرحية اسمها حفلة على الخازوق. نعم. وعايزين يعرضوا على القومي. نعم. فبعتوني المسرح القومي عشان اشوف تليق بالمسرح القومي ولا لا. نعم. اتفرجت على المسرحية بهرتني. نعم. عجبتني قوي. قلت لهم فين المؤلف اسلم عليه اهنيه، ده عرض جميل جدا. قالوا لي في الكويت. قلت لهم كويتي ما شاء الله؟ قالوا لي لا ده مصري. قلت لهم مصري اسمه ايه؟ قالوا لي محفوظ عبد الرحمن. نعم. ما كنتش سمعت الاسم ده قبل كده. حطيته في دماغي. قلت ليه ادى الروايه دي المسرحيه الحلوه دي للكويت؟ وزعلانه منه يعني. بعد فتره جالي مسلسل في شركة قطاع خاص عنترة. نعم. مسلسل عنترة. على الورق لقيت محفوظ عبد الرحمن. هو كاتب المسلسل. قلت لهم هو ده بتاع حفلة على الخازوق؟ قالوا لي ما نعرفش. ده بعت لنا الورق. طب هو فين؟ في الكويت. فأيقنت إنه هو نفسه. نعم. قريت المسلسل، جميل جدا، بيعالج في عنترة الحرية. وكنت أنا عاملة بنت الملك اللي أصرت تتجوز شيبوب أخو عنتر. نعم. الأسمر. نعم. ووقفت قصاد أبوها وقصاد المجتمع كله عشان تتجوز اللي بتحبه. نعم. لقيت كتابة جميلة. نعم. وقصة رائعة. قلت الراجل ده إيه اللي مقعده في الكويت. صحيح. وخلاص. بعد سنة نفس المخرج اللي عمل عنترة بعت لي في محمد الفاتح. مسلسل محمد الفاتح طبعا. فبعتوا لي الحلقات، قريتها فلقيت الدور صغير قوي. اعترضتي طبعا. فرايحه عشان اعتذر. نعم. فبقول له استاذ عباس من فضلك مش بعد ما اعمل المتجرده في عنترة اعمل ده دور صغير قوي. قال لي والله يا ست سميره حابين تبقي معانا، وعموما المؤلف موجود نقدر نقول له يكبر الدور شويه. نعم. قلت له هو فين؟ قال لي اللي قاعد هناك ده. نعم. جريت عليه. حضرتك الاستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ قال لي ايوه يا فندم. حضرتك اللي كاتب حفل على الخازوق لفرقه الكويت؟ قال لي ايوه. ازاي تديها للكويت وما تديهاش للمسرح القومي؟ ايه بتجري ورا الفلوس؟ خناقه، اول مره معاه خناقه. صدام. بتجري ورا الفلوس؟ نعم. برقته الشديدة. نعم. راح اعمل لي كده. مش تسألي الأول. نعم. أنا ليه اديتها للكويت وما اديتهاش لمصر؟ ليه؟ أنا بقى متنرفزة. قال لي الرقابة رفضتها. نعم. أرميها؟ الكويت ما رفضوهاش. نعم. قلت له أنا متأسفة جدا وأسفة ما كنتش أعرف طب وفي حاجة تانية. الدور ده صغير قوي والاستاذ عباس بيقول انك ممكن تكبره. قال لي متاسف ما بكبرش ادوار لحد. نعم. لو عاجبك اشتغليه، مش عاجبك اعتذري وانا قابل الاعتذار. نعم. بصراحه استخسرت الدور طبعا. قلت مؤلف كويس. نعم. وشغله حلو وانا اشتغلت عنترة حلو قوي. نعم. ممكن اللي بعده يبقى حلو برضه. لا انا اعمله احسن. قلت له طيب انا هعمل الدور ده. بس على توعدني ان المره الجايه يبقى دور حلو. زي عنترة كده. نعم. قال لي اوعدك. نعم. وكان الوعد بالزواج بعد كده. وكان الوعد. نعم. بعدها كان جه بقى مسلسل ليله سقوط غرناطه. نعم. والدور حلو قوي 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 والمسلسل حلو قوي قوي. نعم. وسافرنا نعمله في عجمان. وجه معانا. وقعدنا بقى نتكلم كل ليله والاستوديو والادوار. حصل تواصل اكثر يعني. تواصلنا اكتر وانا بسلم عليه بقول له يا رب نتقابل في عمل حلو تاني زي ده. نعم. قال لي بقول لك ايه، ما تتجوزيني كده خبط لازق كده. انا قلت له لا انا مش عايزه اتجوز.
عشان انا ليا تجربه سابقه ما نجحتش وعندي بنت وعايزه اتفرغ للفن. نعم. قال لي طب ما انا زيك عندي تجربه سابقه وعندي ولد وبنت. نعم. ونعمل فن كويس مع بعض. نعم. قلت له سيبني افكر. وبعدين فكرت واهلي شجعوني. قالوا لي انت ليه انت لسه صغيره وتقعدي ليه كده؟ نعم. وما دام ده من الوصف مش ما فيش بقى مشاكل في الفن، لان الزوج الاولاني كان ضد الفن. ضد الفن. محفوظ عبد الرحمن في عينيك انت من يكون؟ انبل رجل في العالم. انبل رجل في العالم. ارق رجل في مشاعره، كريم الى اقصى درجه، كل فلوسه مش ليه. فاكره اول يدي لكل الناس. فاكره اول كلمه حب قالها لك؟ قال لي حبيبتي الى الابد. حبيبتي الى الابد. الى الابد. نعم. وانا بقيت استعملها. هو حبيبي الى الابد. نعم. انا بقاله 3 سنين انا ما بقلعش الاسود. الى ان اقابله في دار البقاء. اشهر الكلمات اللي اثرت فيكي للاستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ حبه للفن وتقديره للفن. نعم. وطلب مني لازم يكون الفن فيه رسالة، ما تقبليش دور. نعم. ما فيهوش رسالة للمتفرج. نعم. وده كان واضح في أعماله، لدرجة أن الأستاذ الناقد رجاء النقاش قال عنه أنه نجيب محفوظ عبد الرحمن الرفعي بعد مشاهد بوابة الحلواني. وكان بيختار الشخصيات التاريخية بعناية شديدة جدا. كان إيه فلسفته في الكتابة عن الشخصيات؟ ده أنا زعلانة أنه كتب مسلسلات كثيرة قوي في العالم العربي. نعم. ما تزعيتش في مصر. نفسي التلفزيون المصري يجيبها. يعني في محطات أهدت المسلسلات، يعني ليلة سقوط غرناطة ده الأندلس، تسليم الأندلس. نعم. فاعترضت الرقابة بعد المحطة أهدته لمصر. نعم. فطلعت أسأل الرقابة ليه مش بتذيعوه؟ قالت لي ده إسقاط على كامب ديفيد. عندهم فكر مختلف. نعم. فأنا بتمنى إن كل مسلسلاته اللي اتعملت بره دي تعود مرة أخرى تاريخية. نعم. كلها تاريخية. نعم. ده عامل حاجة اسمها وفيها مدام سميحة أيوب بطلتها. طبعا. مسلسل الدعوة خاصة جدا، سيدة أعمال كبيرة أيام بقى الانفتاح. نعم. وكل الناس عايزة تعمل بيزنس معاها نعم. مسلسل من أجمل ما يمكن. نعم. ما كل ده ما حدش شافه. كتب هو عن السبب الرئيسي في دعمك في عالم الفن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ربما لم يتطرق إلى حياته في مجملها، ولكن تطرق إلى قصة التأميم، تأميم قناة السويس، كملمح من ملامح زعامة جمال عبد الناصر. لماذا لم يكتب عن الرئيس السادات، ولماذا لم يكتب عن مبارك؟ هم طلبوا منه يكتب عن مبارك. قال لهم لا، أنا كتبت عن عبد الناصر عشان أمم قناة السويس. وأنا مهموم بقناة السويس. لأن قناة السويس دي اللي حفرها المصريين واللي ضحى فيها المصريين، وكانت خيرها لغيرنا، لنا مش لنا. نعم. لما أممها جمال عبد الناصر أنا اعتبرته بنى هرم لمصر. نعم. عشان كده كتبت عنه.